السيدات والسادة، لقد قدمت لكم رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتنا التنموية النبات على مدار العامين المقبلين، وهي الأولويات التي سأسعى جاهدا إلى ترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع أشقائي أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية وبالاعتماد على سكرتارية الوكالة. وأود هنا تأكيد استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم ودفع معدلات التنمية في دولنا، بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبنا.